السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعي اليوم السابع. احنا مع حضراتكم تحديدا من سوق المواشي بمحافظة الشرقية، واللي بيعقد كل ثلاثاء من كل أسبوع، بيعتبر أكبر سوق على مستوى الجمهورية، بيجيله تجار من كل أنحاء المحافظات. احنا معانا حاليا للتاجر نبيل توفيق من بوردين. بنرحب بحضرتك على اليوم السابع، وحابين حضرتك تكلمنا. احنا حاليا المنطقة اللي احنا متواجدين فيها في السوق اسمها سوق الجاموسة الوالدة. كلمنا بقى عم الحاج، يعني حركة البيع والشراء عاملة ايه، والجاموسة الوالدة لو معاها مثلا زي كده بتتباع بكام؟ الجاموسة الوالدة كنا شارينها ب 40,000، واحنا شارينها النهاردة ب 37. تمام، والحالة بقت حلوة يعني، و 100 100. تمام، يعني الجاموسة الوالدة ب 37,000. تمام. سيد دورها لها، دورها. ممكن بس نوريها للمتابعين. بسم الله ما شاء الله. يعني كانت من اسبوع سعرها 40,042، دلوقتي عامله كام بقى؟ 37. تمام. احنا معانا كمان الحاج محمد ابو عوض من اكبر تجار المواشي في الشرقيه، برحب بحضرتك على اليوم السابع. حابين حضرتك تدينا خلفيه بقى عن تحديدا السوق بشكل عام، واتكلمنا عن منطقه سوق الجاموسه الوالده بسوق المواشي في الشرقيه. تمام، اتفضل. جاموسه الوالده هنا ممتازه جدا، عشان هو اكبر سوق بيجيله بيتعرض عليه جاموسه الاشهر وجاموسه الوالده، يعني بيخش لنا مش اقل من 1000 جاموسه والده للسوق. الحمد لله والشكر لله بيتعرض عليه الفلاحين بصفه رسميه، يعني كل يوم بيزيد، كل اسبوع بيتعرض للناس اكثر من اللي قبله. يعني السوق ممكن ما شاء الله يستقبل من 1000 جاموسه؟ نعم، السوق ممكن يستقبل 1000 جاموسه والده؟ لا، من 300 400 جاموسه يستهلكهم السوق. تمام، انما السوق بينزلوا 1000 جاموسه، بينزلوا 1000 عشر ووالد لحم. تمام، الجاموس كتير جدا. طب كلمنا الاسعار بتبدا ازاي بقى؟ الجاموسه العشر بتبدا من 25 ل 30. تمام، الجاموسه كويسه جدا، والوالده بتبدا من 28 ل 35 ل 37. تمام. السوق عامل ايه بقى يا عم الحاج؟ يعني حركه البيع والشراء الحمد لله ماشيه. الحمد لله وشكر لله، ربنا يبارك لنا. الناحيه الامنيه في السوق، لان بيجي من كل انحاء المحافظات. لا، بيجي لنا بيتوافد علينا من اسوان الاسكندريه، العجل بيجي لنا من يوم الاثنين بعد صلاه المغرب، بيبدا العجل يجيب سوق، يجيب مواشي الناس تيجي تشتريها، ويجيب مواشي تتباع من بعد من يوم الاثنين بعد صلاه المغرب لغايه دلوقتي، لغايه صلاه الظهر. تمام، الحركه الامنيه الحمد لله كويسه هنا. الحركه الامنيه بنشكر معامله التجار، محافظ الدكتور ممدوح تراب، بنشكره شكرا وفيرا وجزيرا، وبنشكر السيد مدير الامن محمد بوالي، وبنشكر السيد المامور محمود مرسي، محمد بجمال، ومحمد بصدق، ربنا يخليهم لنا. مفيش ولا محضر سرقه لغايه دلوقتي، بقى لنا 6 أشهر، ولا نصب، ولا حد ضاعت حاجته، حاجه فوق متخيل يعني، بسم الله ما شاء الله، حاجه نموذجيه جدا بالصلاه على النبي، ربنا يبارك لنا فيهم. احنا لسه في سوق الجاموسه الوالده، صح كده؟ ايوه، جاموسه الوالده. الاسعار عامله ايه؟ جاتنا والده ثاني جاموسه الوالده. طب الحمد لله الاسعار كويسه. فيها 10 كيلو لبن ما شاء الله، 10 كيلو لبن. فيها 10 كيلو لبن في طرفها، وال 38,000 مش مخليه من نهار ربنا حاجه. احنا كمان معانا عم الحاج عبد المجيد عبد السلام من اكبر تجار مواشي في الشرقيه. كلمنا عن يعني حركه البيع والشراء. السوق منتهي هنا، السوق اتوفر، وفر السفر بره و 100 100، السوق العدد هنا والسعر بقى حلو. انت كنت بتسافر تجيب مواشي منين يا عم الحاج؟ الصعيد. بتروح الصعيد؟ طب من ساعة السوق ما انتقل هنا ما بروحش الصعيد. ما بتروحش الصعيد خلاص. طب الحركة عاملة ايه؟ حركة العسل هنا في الصعيد. تمام، ايه اللي موجود قدامنا ده بقى؟ ايه؟ جاموسة الوالدة؟ الأسعار عاملة ايه؟ الأسعار حلوة. ما احنا مش بنتكلم ما انتقل هنا، نشكر البيه المحافظ الله يبارك له. من نهار السوق ما انتقل هنا واشتغل هنا، الشغل ارتاح، وقتعنا من السفر الصعيد 100 100. تمام، الله يبارك. تمام، اشكره. والمعاملة كويسة الحمد لله هنا. 100 100، والسوق مرتاح. كويسه يعني، كويسه. دي ما شاء الله عامله كام؟ 35,000 بال 7,000. يعني هي لوحدها ب 35، وده هي وابنها ب 35، ما شاء الله. ما شاء الله. ممكن تجيب كام كيلو لبن في اليوم؟ والله يا ابله اللبن ده رزق. بسم الله ما شاء الله. شكرا.
ولا بتصورك أنهي واحدة فيهم؟ ها؟ أنهي واحدة فيهم؟ ده هي عمك حسين حاجة أنا وهو كده والنبي لطيف حاضر عشان الكلمة تنزل ولا حاضر تسأل على الوجود برضه كل فيديو تسأل فعل الولد الناس هتقول لك يا با.